صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة. معكم ريما عامر وبرامج حركة. اليوم معنا برنامج قفزة، اللي هو قفزة بانجي باستعمال الحبل اللي فيه مقاومة. طبعا هذا الحبل بيرفع نبضات القلب وبحرق كتير سعرات حرارية، لأنه الشخص رح يركض ويكون ضد المقاومة. رح يكونوا معنا الأطفال الحلوين، رح تكون معنا جنى، مكة، ليا، ياسمينة، وحلا وسيلين. اليوم هذا البرنامج للأطفال، عادة عملناه قبل للكبار، هالمرة للأطفال، فالأطفال رح يحبوا هيك نوع ورح يكونوا أجرأ من الكبار بهذا النوع من الرياضة. رح نبلش أول شيء في الإحماء. ماشي في المكان. كمان. هلأ رح نركض لقدام، جاهزين؟ نركض. 1 2 3 4 نرجع 2 3 4 كمان 2 3 4 نرجع 2 3 4 كمان. نحاول نحرك ايدينا عشان كل ما حركنا عضلات اكثر كل ما حرقنا اكثر. كمان. هلا رح نطلع نعمل تبعت العاب القوى، ركض العاب القوى مع بعض. نطلع ريدي جو. 1 2 3 4 نرجع 2 3 4 كمان. 1 2 3 4 نرجع 2 3 4 كمان. فوق ايدي، ايدي طبعا عكس رجلي. كمان فوق ونرجع، كمان فوق ونرجع، كمان تنتين فوق ونرجع. هلا ستار جامب، نطلع لفوق ونفتح الرجلين وننزل سوفت ني. كمان مره نطلع لقدام ولفوق وننزل سوفت ني. كمان لفوق، هاي نطه الستار او نطه النجمه. كمان فوق، نفتح ايدينا مع رجلينا اخر مره. ممتاز. هلا رح نعمل التك جامب، ريدي جو. 1 2 تك جامب ونرجع. برافو. كمان مره تك جامب ونرجع، اللي هي نطه الرجلين مع بعض. كمان مره تك جامب ونرجع. كمان مره تك جامب ونرجع. هلا رح نعمل ستريت جامب، ريدي جو. 1 2 ستريت وننزل. برافو. كمان مره ستريت جامب لفوق. برافو. كمان ستريت جامب. اخر مره ستريت جامب، نطلع اكثر لقدام. برافو. هلا رح نريح شوي بسكوات، ننزل سكوات لتحت قرفصاء. كمان ننزل لتحت. هلا من القرفصاء رح نعمل بيربيز، جاهزين؟ نحط ايدينا تحت ونعمل بيربي ونرجع وننط نطه صغيره. كمان مره نقعد قرفصاء ونرجع ونطلع. كمان مرة مع بعض، تحت رجلي لورا وفوق. كمان مرة تحت رجلي. كمان آخر مرة. برافو. نرجع قرفصاء هون، تكرار. برافو. تنزل لتحت. هلا رح ننزل بوش أبس، نوقف لفوق، رح نعمل بوش أبس ونطلع لفوق. ننزل لتحت ونطلع لفوق. كمان مرة نحاول نسحب بعضلات المعدة. كمان ننزل لتحت ونطلع لفوق. كمان مرة نشد. يلا ليا. كمان مرة، آخر مرة. برافو. هلا رح نعمل بوش أبس مع كلاب، مع زقفة. جو. بوش كلاب، بوش أند ليفت. كمان. برافو. كمان كلاب مع بعض. كلاب. يلا ياسمينة. برافو. كمان كمان نشد المعدة آخر مرة. هلا منضلنا تحت، منضلنا تحت، نعمل ماونتين كلايمرز. يلا ريدي جو، يعني زي تسلق الجبل. هلا رح نترك ايدينا ورجلينا مع بعض، جاهزين؟ جو. نترك. ايوه. كمان 2 لفوق. ايوه. 3 4 اخر مره. 5 اخر مره. ونرجع قرفصاء، نرجع قرفصاء. برافو. ننزل تحت. برافو. هلا نطلع لفوق، رح نعمل سترادل جامب. ريدي جو. نطلع لفوق سترادل وننزل، نحاول نطلع اكثر لقدام. فوق قفزه، كل ما قفزنا كل ما حرقنا. كمان جو. فوق وننزل اخر مره. جو. فوق وتحت. نرجع منريح قرفصاء، هالمره منسكر القرفصاء جوا هون. هلا رح نعمل فتح ضم مع المقاومه، فتح ضم. برافو. كمان 4 3 2 1. هلا رح ننزل تحت، ننزل تحت عشان نعمل كيك تو هاند ستاند من تحت. ريدي جو. لقدام ونرجع مكاننا. برافو. نطلع شوي لقدام. جو. نتفش كيك تو هاند ستاند. كمان مره.
برافو، نطلع اكثر لقدام. جو يلا جنى، كمان تنتين. طبعا هذا النوع من الرياضه كثير بحبوه الاطفال. اخر مره، برافو. بنرجع قرفصاء لانه هلا رح نعمل حركه صعبه اللي هي رح نطلع لقدام بو جامب. نرجع لورا، نستعد لورا، نستعد لورا. جاهزين؟ رح نطلع بو جامب، ريدي جو. نطلع لقدام، نمسك وننزل كمان مرة. ياسمين لقدام، فوق وننزل كمان. نطلع لفوق وننزل كمان تنتين. نطلع لفوق وننزل كمان مرة. طبعا هاي الحركة شوي صعبة. برافو. هلا من هون نطلع ركض للأمام كمان مرة. طبعا ارتفع نبض القلب ونرجع لورا كمان مرة. لقدام ولورا كمان تنتين. برافو. آخر مرة كمان. هلا من هون نرجع قرفصاء، نرجع قرفصاء. برافو. نرجع قرفصاء. أبدعتوا. كمان نريح شوي. هلا بدنا نرجع استعداد، رح نعمل سبليت جامب لقدام. ريدي جو، سبليت جامب ونرجع. برافو. كمان مرة، رجلتين مع بعض وبفتح سبليت جامب وبنزل. كمان مرة، جو سبليت جامب وبنزل. كمان تنتين سبليت جامب وبنزل. آخر مرة سبليت. ممتاز. هلا رح أعمل دايناميك لانجز. هون ننزل لانجز 90 درجة كل رجل ياسمينة. كمان كمان. برافو برافو. هلا بنرجع قرفصاء، بنريح. هلا نرجع لورا ستريت، رجلينا ستريت. انزلوا لتحت، ايدينا هون. ننزل ونطلع لقدام. جو لقدام ونرجع لورا ستريت. برافو. كمان لقدام ونرجع. برافو ونرجع. برافو. هي شوي الحركة صعبة. أيوة. هلا بدنا ننزل تحت، ننزل قرفصاء، ننزل تحت بيربيز، ننزل بيربيز. فتحوا ضم بالبيربيز، فتحوا ضم، فتحوا ضم. برافو. فتحوا ضم. كمان أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. نرجع نطلع لفوق، نريح شوي. هلا رح نرجع نطلع قفزات ثانية، نرجع لورا. رح نعمل زي نطة الغزال، رجل متنية ورجل ممدودة. ريدي جو. نطلع لقدام، يس، ونرجع لورا. برافو. كمان مرة نطة الغزال ونرجع لورا. كمان تنتين نطة الغزال. آخر مرة نطة الغزال لفوق. هلا رح نعملها نطة الغزال مع فرد الإيدين لفوق. ريدي جو. نط نطة الغزال مع فرد الإيدين. برافو. كمان مرة نطة الغزال لفوق. آخر مرة نطة الغزال. برافو. بنرجع بنعمل ستار جامب بس أعلى. ريدي جو. ستار جامب، بعدين تك جامب ورا بعض كل الحركات، بعدين ستريت جامب، بعدين بو جامب، بعدين سبليت جامب أمامي، بعدين استرادل جامب جانبي كل الحركات طبعا، بعدين ايش اخر حركه؟ نطة الغزال. جو. ممتاز. نرجع بنعمل قرفصاء. برافو. ممتاز. هلا بنوقف عشان نعمل الاسترتشنج. نوقف هون، ناخذ شهيق، ننزل شوي لتحت ونمد ايدينا لقدام. هون نحط ايدينا على الارض عشان نعمل ستريتش، بعدين نطلع شوي شوي لفوق. نمسك رجل، بدنا توازن، وايد الثانيه فوق. طبعا بدها توازن. نغير الايد الثانيه، الرجل الثانيه، بعدين نحط رجلينا هون على الجنب، نعمل ستريتش على الجنب. الجهه الثانيه ونحط ايدينا هج هون لقدام، ونحط ايدينا جوا هون. ناخذ شهيق وزفير. كمان مره شهيق. بهيك بكون انهينا حلقتنا لليوم اللي هي حلقه بنجي قفزه
حلقة فتنس مختصة للأطفال. إذا أطفالكم بحبوا هيك نوع من الرياضة لازم يشاركوا في الجيمات اللي فيها هيك نوع من الرياضة. بدي أشكر البنات الحلوين معاكم ريما عامر وبرامج حركة وبرنامج قفزة. إن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الجاي.